ازيكم يا حلوين، انا دينا ودي قناتي دي هوم. لو انتوا اول مره جداد على القناه واول مره تشوفوها، تنزلوا تحت تضغطوا على زر اشتراك او سبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديده. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا، هنعملها بطريقه جديده. احنا طبعا عارفين ان البطاطا معانا في الشتاء جميله جدا وبتدي طاقه وباور للاولاد. انسي الشوي وانسي المسلوق بشاميل، هعملها بطريقة سهلة واقتصادية، هيحبها الصغيرين قبل الكبار. انا عن نفسي بحبها جدا، كل اللي هيدوقها هيغير مفهومه خالص عن البطاطا. هتحسوا كده وانتوا بتاكلوها انها نوع فخم وصحي من الحلويات المفيدة. يلا معايا 4 من البطاطا، من رفيعة الى متوسطة. هقشرهم واقطعهم بحجم متوسط. خلاص يا حلوين، انا كده قشرت البطاطا وقطعتها شرايح كده زي ما انتوا شايفين. خدي بالك ان انت تنقي البطاطا، يعني انت جايبه كميه بطاطا طبعا عشان تشويها في الفرن. البطاطا اللي بتتشوي في الفرن لازم تبقى يعني كبيره، حجمها كبير شويه علشان هي بتكش شويه في الفرن، ماشي، بتصغر لما تيجي تتشوي. فلو في بعض واحده كده معاكي رفيعه فتنقيها تعمليها بالطريقه دي عشان لما تيجي تشويها هتتحرق في الفرن، فانتي تعمليها بالطريقه اللي بقولك عليها دي هتبقى جميله جدا. تابعي معايا دلوقتي. انا قطعت كده البطاطا زي ما انتوا شايفين، وبعدين حطيت الحله كده على البوتاجاز وولعت على اوطى نار، يعني انتوا مش عارفه هتشوفوا النار كده، اي بص شايفين شمعه، يعني هنحط البطاطا عليها تمام، وهنحط حوالي شوية مية كده، حوالي 3 معالق من المية على حوالي 4 بطاطات كده متوسطين، 4 معالق من المية او 3، وهحطهم عليه. خلاص انا هسيبها كده على النار، هتاخد وقتها زي ما تاخد، وانا مغطية خالص زي ما انتم شايفين انا مش هتتحرق، هغطيها واسيبها لغاية ما تستوي خالص ونشوف مع بعض هيبقى شكلها ايه. خلاص يا حلوين، انا كده خلاص سلقت البطاطا وخلاص استوت جدا، اهو زي ما احنا شايفين استوت خالص، ما خدتش نص ساعة. انا دلوقتي هبدأ ان انا اهرسها وهي في الحلة كده وهي سخنة تمام، علشان تبقى سهلة معايا وهي بتتهرس. وفضل فيها شوية مية صغيرين خالص كده كويس عشان هي تبقى البطاطا ليكويد كده ما تبقاش مفرولة. خلاص سبت البطاطا تبرد شوية، وبعد كده جبت طاجن، او ممكن انتي تجيبي صينية من عندك، او ممكن البرام بتاع الفرن عادي لو ما عندكيش طاجن بايركس. وجبت قطعة من الزبدة كده دهنت بيها القاع بتاع الطاجن، وبدأت ان انا انزل عليها بالبطاطا المسلوقة اللي انا هرستها. وبعدين هجيب نص كوباية لبن واحطها فوقها وادمجهم كلهم مع بعض. هو كان المفروض ان انا احط اللبن ده وهي البطاطا لسه في الحله، ابقوا اعملوا انتوا بقى الخطوه دي عشان تبقى سهله عليكم في التقليب. وهزود كمان 2 معلقة من العسل الابيض علشان يزودوا القيمه الغذائيه. هبدا هنا ان انا اقلب المكونات مع بعضها كويس قوي لغايه كل ما يندمج مع بعضه، واساوي الوش واخليه قطعه واحده، وبعدين هدخله الفرن. بس مش هفتح عليه الفرن، انا هفتح عليه شويه لان كل المكونات مستويه مع بعض، فانا هفتح الشواية عليه حوالي 10 دقائق. خلاص هنا انا طلعتها من الفرن، كانت على الرف اللي تحت الشواية على طول 10 دقائق زي ما قلت لكم. وهبدأ هنا ان انا احط عليها شوية من الاضافات اللي موجودة عندك، حطيه بدائل للحاجات اللي انا بحطها دي. انا حطيت جوز هند وحطيت زبيب وحطيت عين الجمل، حطي بدائل او ما تحطيش خالص هتنفع برضو، هيبقى طعمها جميل. بس اهو تغيير علشان الاطفال يقدروا ان هم يحبوها اكتر لو ما كانوش بيحبوها، كانوا متعودين على طريقة معينة انك بتعمليها بيها، اهو تغيير علشان يحبوها اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي له لايك، ولو مش مشتركة في القناة تشرفيني وتشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بوصفاتي الجديدة. اشوفك الفيديو الجاي، باي باي.